لماذا خلقنا الله؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حسب تتبع الناقص أعطى ثلاثة أجوبة. النسبة بين هاي الأجوبة ربما نذكرها في الأسابيع القادمة إذا شاء الله وبقي من العمر شيء. الآية الأولى هي الهدف الأول، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن، الله قاعد يصرح، وما أصلا ما خلقتكم إلا لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الهدف الأول اللي ليلة شوية راح نتحدث عنه إذا شاء الله. الهدف الثاني مذكور في آية قرآنية ثانية وخلاصته وإيجازه العلم، حيث يقول سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. هذا الهدف الثاني من الخلق. الله الذي خلق السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هذا أصل الخلقة. بعدين التدبير، عندنا خلقة ثم تدبير. يتنزل الأمر بينهن، الهدف للإثنين لأصل الخلقة ثم للتصرف وللتدبير هو لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الهدف الثاني من الخلقة هو العلم، وأكو هدف ثالث وأكو هدف رابع. الثالث أيضا موجود في القرآن الكريم، والرابع في رواية عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، نتطرق لها لاحقا إن شاء الله. فلنبقى في الآية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف هو العبادة. إحنا خلينا نركز على كلمة ليعبدون. نجد في كلمة ليعبدون عندنا مادة وعندنا هيئة، هم المادة تفيد في المقصود هم الهيئة تفيد في المقصود. يعني المادة تحدد الهدف والهيئة. هذا اللطيف في الآية، الآيات جدا دقيقة. يعني الحرف القرآني الواحد بحساب وبميزان، بل المد بحساب وبميزان. أنا في الوقت كتبت جزء هاي بحوثنا بمناسبة بحث الحجة تفصيل حول الفلسفة من قواعد التجويد فيما يرتبط بعلم الفقه يعني، لكن بعدين شوية قد يكون نوع من الاستطراد على حسب المنهج العرفي الأصولي اللي تركته كتبته، يعني تفصيل أنه المد شنو فلسفته وشنو الهدف منه في القرآن الكريم، على الإدغام شنو الهدف منه. علم التجويد عادة يذكر لك كيف تجود، كيف ترتل، أين تقف، أين تدغم، أين تصل وإلى آخر. لكن شنو الفلسفة من ذلك؟ الجمال، لا أكو شيء وراء الجمال، هذا في محله. هنا في هذه الآية الشريفة هم المادة قاعد تحدد الهدف من الخلقة اللي هو العبادة، هم الهيئة اللي هو صيغة المضارع. أما المادة فهي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا للعبادة، أي المادة. العبادة هي غاية التذلل والخضوع، هذا اللي الله يريده منه. الله خلقنا، أنت تجيب معلم ليش؟ حتى يدرس أطفالك، إذا ما درست طرده. الله خلقنا ليش؟ حتى نعبده، إذا ما عبدناه إما إلى جنة إما إلى نار، راح يكون لا سمح الله المصير هو النار، يعني الفشل في مسيرة الحياة. العبادة هي غاية التذلل، مو بس التذلل، غاية التذلل. هذا الجانب الكيفي خلينا نلاحظه، الله يريد منا غاية التذلل، يعني يريد من كل واحد منا أن يسعى لكي يكون مثل سلمان المحمدي. هذا غاية الخلقة، مو واجب. هذه الدرجة، هذه الدرجة ليست واجبة، لكنها مرتبة من مراتب الهدف من الخلقة. والله خفف علينا وقال شنو؟ اتقوا الله ما استطعتم. في آية أخرى قال اتقوا الله حق تقاته، جدا صعب. بعدين خفف، اتقوا الله شنو؟ ما استطعتم. وإلا هذا جزء الغاية من الخلقة، حق تقاته. هاي النقطة الواردة الله يرحمه كان يقولها في الفرق بين الآيتين الشريفتين. الله أول صعب لأن هو الهدف الأسمى، الله يريد منا أن نتقي حق تقاته. يعني حتى لا يخطر ببالنا التفكير بالمعصية، التفكير بالمعصية لا تخطر بالبال إطلاقا، هذا التفكير لا يخطر. وأنه الإنسان ما يعصي وينظر إلى امرأة أجنبية لا سمح الله، أو يستمع إلى غيبة أو يغتاب أو يتهم أو أن ينم أو لا سمح الله أن يحسد أو يحقد أو ما أشبه ذلك، أو يكون عمله في رياء أو عجب
أو ما أشبه. الله يريد شنو؟ اتقوا الله حقته، هذا هدف للخلقة. لكن بعدين خفف، يقول لسه التفكير في المعصية، النية شنو مرفوعة، العقوبة عن النية مرفوع، مرفوعة العقوبة عن النية. بعدين خفف الله سبحانه وتعالى، قال اتقوا الله ما استطعتم. لكن الله في هذه الآية العبارة صريحة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي بنص اللغويين والمفسرين غاية التذلل والخضوع. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة. واحد يستغرب، الرسول كان على عاتقه، كانت على عاتقه مسؤولية عالمية، مسؤولية تنوء بحملها الجبال الرواسي، ومع ذلك كان يصلي كل الليل تقريبا. والغريب في الأمر كما تعلمون أنه كان يقف على رؤوس أصابعه.